هذا الشوط. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثاني للخيل المهجنة الأصيلة مبتدئة الدرجة السادسة ولمسافة 1200 متر بمشاركة 7 جيات في هذا الشوط بعد انسحاب 3 رؤوس منها. ونتابع المركز الأول والصدارة من خلال الخطرة والخيال إدواردو بيدروسا مع المدرب محمد إبراهيم محمد رياض وملك السادة مربط أبو فاس. محاولة أيضا قوية من وسط الجياد مع المدرب جاسم الغزالي من خلال رقم 9 هارد فورست والخيال هاري بنتلي. المركز الثالث من الجهة الخارجية رقم 5 فولاج والخيال راشد الصعاق مع المدرب سالم الهاجري. الجياد عند الانعطاف قبل الأخير والتوجه إلى المنعطف الأخير، لازلنا نتابع الصدارة والمركز الأول مع الخطرة، ولكن هناك تحركات من 4 جياد من الجهة الخارجية دارك ديفر وريان كراتولي، محاولة للتقدم والاندفاع إلى المركز الأول. المركز الأول الآن تقدم بشعار الأحمر من خلال فولاج رقم 5 وراشد علي الصعاق المدرب سالم الهاجري، ولكن هنا متابعة لهارد فورس والدفاع إلى المركز الأول. تقدم كبير الآن لدولوغان مع جيمي كامبر من وسط الجياد، ولكن الشعار الأحمر والصدارة هنا للهاجري إلى المركز الأول والصدارة فولاج إلى المركز الأول. محاولة قوية من دولوغان إلى المركز الثاني، ولكن المركز الأول والصدارة هنا مع رقم 5 فولاج المدرب سالم فدغم عامر الهاجري.